وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بنفتح إن شاء الله النهاردة اليوم السابع أو يوم العلم السابع رابطة أطباء أطفال دمياط، وهو يعني برنامج سبيشال بيدياتريكس. هو سبيشال بيدياتريكس إن شاء الله هتكون نوعين، ده اليوم الأول منهم. يعني ظهر لنا كذا موضوع فلقينا إن هم حاجات إن شاء الله تكون مفيدة للناس، فاخترنا إن إحنا أو اضطرينا إن إحنا نسمع عليهم. اليوم الأول النهارده بيشمل أربع محاضرات، بيشمل درماتولوجي الدكتور محمد الكامل، وأسنان الأستاذة الدكتورة عبير عبد اللطيف، وسيد كادري الأستاذ الدكتور محمود الوصيف، والدكتور أويس الدكتور إيمان عبد اللطيف. المحاضرة الثانية كنا رتبنا لها أو الجزء الثاني من السبيشال، الموضوعات برضه في غاية الأهمية بنفس النظام، يعني مثلا زي الدايلما بتاع الكمبيوتر انستراكشن وحاجات اورثوبيديك وهكذا. كنا مرتبين اللي هي الجمعه بعد الخارج اللي هو في اليوم 22، ففي نفس الميعاد اتصلوا بينا الدكتور سامح حسين وقال ان هو مرتبين يوم وحجزوه خلاص في هيلنان باليوم اللي هو بتاع ابوت، ان ابوت يعني تبقى زمانه ومفروض ان احنا نبقى معاهم، فنحاول ناجل اليوم بتاعنا ل 29 ان شاء الله. وبعد كده بقى هنعمل بس فين الدكتور جمال، فين الدكتور محمد جيب؟ قاعدين هناك محمد بس يجيب ده الجلسه بس. ايوه الدكتور جمال فين؟ ان شاء الله الجلسه العلميه الاولى للدكتور محمد الكامل كومن بيدياتريك ديرماتولوجيا ديسوردر. صوت تقريبا عالي قوي، طبعا السلايد دي فيها الكلام البيزك اللي احنا كنا عارفينه، ان السكن از لارجست اورجان وهو موست اكسسبل وايزلي اكزامين، مش محتاج انفستيجيشنز كثيره ومش محتاج مانوفرز عاليه، وهو اوف موست كونسيرن فور بيشنت اند كيورز. هنقول مقدمه سريعه كده عن السكن ده، بعدين نبدا نتكلم ونوصف حاجات زي كده نبقى اورينتد في الكلام اللي احنا هنقوله. مكيول يعني color change، just color change، لو كبرت على كده شوية بنسميها بابيول. البابيول هي solid elevation of the skin. الفيسكل هي عبارة عن elevation of the skin containing fluid، لو الفيسكل كبر شوية بنسميها بول. لو الكونتينت بتاع الفيسكل أو البول is vascular بنسميها فاستيول. البتيكي زي ما حضرتك طبعا عارفين هي عباره عن اكسترا بوزيشن اوف بلاد، لو صغيره بنسميها بيتيكي، لو كبيره شويه بنسميها ايكيموزيس، لو كانت بالبابل بنسميها بالبابل بيربرا، ودي اللي دخلنا في الكاتيجوري بتاع السكين فاسكولايتس. الكلاسيفيكيشن اوف شارد هولد راش ده هو اكثر من كلاسيفيكيشن، الاكاديميك كلاسيفيكيشن المعتاد وبنقسمه لحاجات ترانزيت وده اللي هنبدا بيها النهارده اللي هي فيسيولوجيكال او ترانزيت، وهنتكلم عن الدفرنشال دايجنوستكس بتاعها. في حاجات الكونجنتال مالفورميشن سواء فاسكولار او ميلانوسيك او غيره، في الانفكشنز فيرال بكتيريال فانجل، في السكين مانيفستيشن اوف جينو درماتوزيس بعضنا بعض الحالات بنقابلها زي اللينفا ماتوزيس وغيره. في حاجات السندرومز النيوكاتينوس سندرومز، وفي الكونتينوس مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز زي الهيباتيك ديزيز والرينال والهيماتولوجيك والكيميا وغيره، كل الحاجات دي لها سكين مانيفستيشن. في كلاسيفيكيشن تاني اكوردنج تو المورفولوجي اوف ذا راش زي الماكيولا بابلر او الانجانسينتس اللي كومن اول بنشوفها مع الفاير الانفانسيما، وفي الديكير، وفي الستينتس سكوميشن، وفي الريكولر باسكولر بولس، وفي الميولر. في كلاسيفيكيشن ثاني اكوردنج تو الريجنال كلاسيفيكيشن، يعني اكوردنج تو ريجن افكتد.
يعني لو قلنا ان في رشع دايبر اريا بنفكر في حاجات معينه زي السيرودرماتايتس زي دايبر الرشع العادي زي الكانديدايتس زي احنا بنتكلم عن بعض حاجات النهارده السكالب راش الايروثيرودوميك راش لو الراش افكتنج 90% او مور سكين سيرفيس بنسميه ايروثيرودوميك راش وده له اسباب كتيره هنتكلم عنها في الاسئله بايجاز الرش لو كان على الفيس بنفكر في حاجات معينه زي اتيوبيدوباتاتس وبريدوماتايتس لو الرش كان سنتر بيتا يعني انتراكت اكتر بنفكر في حاجات معينه زي الباريسيلا لو الرش على الاكستريمتس بنسميه سنتر فيوجر راش او سنتر فيوجر ديستريبيوشن وده بنفكر في حاجات اكسترنال اكتر زي الباردو ارتكاريا والاكزيما والكونتراتوماتايتس والحاجات اللي هي لا اكسترنال فاكتورز في كلاسيفيكيشن تاني اكوردنج تو اسوشيتد سيمبتومز زي راش ويز فيفر راش ويز ارثرايتس راش ويز سيستيميك سيمبتومز زي الدريس سندروم نشوف بعض الدراج الاكشن حاجه اسمها الدريس سندروم اللي هو مع الدراج الاكشن مع بعض الحاجات زي الدبسون والكونفرسن وكده هنبدا بالحاجات الترانزيانت او الفيزيولوجيكال اللي احنا ممكن كلها بنشوفها وهي هي كلها سيلف ليميتد واهميتها في الديفرنشال دايجنوز بتاعها في بعض الحاجات بنشوفها should be differentiated من فروم other pathological conditions فلازم نعرف النورمال او السيولوجيكال عشان ما نخشش في مانوفرز وانفستيجيشنز وانترفينشنز وهكذا الحاجات فيسيولوجيكال كومن وبنشوفها او كلها سيلف ليمتد كلها سيلف ليمتد within one month تقريبا وفيري كومن والموست اكسبكتد الحاجات دي طبعا بنشوفها في النيوبورن اول حاجه اسمها نيوتال ديسكورميشن او فيسيولوجيكال نيوتال ديسكورميشن اوف ذا نيورون دي فيرو كومن من تقريبا تحت 75% من الحالات بتبدا دايما على السول وعلى التوز وعلى السولز او اراوند الانكلز وبعد كده ممكن تبقى مور جنرالايز ودي سيلف ليمتد او زين وان مانث مفيش فيها مشاكل طيب امتى نفكر انها ممكن تكون يعني امتى نفكر تكون لها ديفينشال دايجنوز لو الراش ريزيستنت يعني ما هو سيلف ليمتد وزين وان مانث او لو كان في فاميلي هيستوري للاكتيوزس او اذر كونديشنز ده عشان الباكجراوند او لو الراش سكيلز ما هياش السوبرفيشال ديسكورميشن زي ما احنا شايفينها كده ممكن ناس بيعبروا بولو جودا وبراونش كاست فدخلنا في ممكن نفكر في الاكتيوزس والحاجات الثانيه فلو في واحده من الثلاثه دول بايوبسي از ريكوايرد اند ريكومندد تو ديفرنشيت ذيس نيوتن ديسكورميشن فروم اذر باثولوجيكال كونديشنز يبقى ده نيوتن ديسكورميشن الحاجه الثانيه الفيزيولوجيكال والسيلف ليمتد هي اللانجو هير اللانجو هير حاجه سيلف ليمتد مفيش فيها مشاكل وزين توتو فور وكس عباره عن بيرلس هير بيبقى نون بيجمنتد او بيجمنتد بيرلس بيرلس زي الزغب كده زي التيرمينال هير بتاع السكالد وبتاع الاي شراوز ومش ده التيرمينال هير الهير اللي هو مايلد بيجمنتد وفاين غير مظبوط بيرلس هير فاللانجو هير عباره عن بيرلس هير اكستنسيف ممكن يبقى اخد اماكن كبيره من البادي سيرفيس زي ما احنا شايفين كده وده في سولوجيكال وسيلف ليمتد مفيش منه مشاكل. طيب امتى نفكر انه ممكن يكون حاجات باثولوجيكال؟ في حاجه اسمها الهايبر تراكوزس لانجينوزا في الكونجينيتال وفي الاكوايرد اكوايرد بس مع بعض الدراجز زي الانتي كونفاسف سايكل سبورم وحاجات زي كده. في حاجات كونجينيتال بيحصل مع بعض السندرومز زي كورنيلا ديران سندروم بيبقى فيه فيش بولمورفيزم مع سكيليتا كلماتس مع سيزر جليبسي مع سيزر مع وهكذا مع هايبر تراكوزس مع ايه؟ نعم؟ بالظبط اه ده بنسميه فيشال ديسمورفيزم ممكن يحصل مع الميوكو بيروساكاردوس يبقى اللانجو هي لو شفناه والاكستنسيف ونقعد نصوص ليه بتتعدى اكتر من شهر نفكر في حاجات سندرومات ماشي طيب الحاجه الفيسيولوجيكال ترانزيانت الثانيه الجايه حاجه اسمها السينايل حاجه اسمها سبيشيس جراند هايبرباليزيا طبعا احنا عارفين ان سبيشيس جراند از اندروجين ديبندنت اندروجين ديبندنت بتعتمد على الاندروجين اللي هو موجود من المطر وبيختفي من البارد خلال وزن 6 مانس فكلها حاجات سبيشيس برودرماتايتس والسبيشيس هايبرباليزيا والكلام ده كله كلها سيلف ليمتد وزين 6 مانس لما المثل الاندرو بيبدا يقل من الايه من البراند بتاع نيو بورن. سبيشا سابيزا دي ده فيرو كومن ومش كتير. بتبقى عباره عن يولوش مونومورفيك كلها نفس السايز
دوتس كده موجودة على النوز، ممكن تكون موجودة على الفور هيد أو على الشيكس، وهي سيس بيردت وزين أب تو 6 مارس بعد ما كان الأم جي ميل دايرة. نعم؟ ده هنا الحسن. ده اللي بيردت. ماشي فيشيوس هايبرتيزيا هي عباره عن هايبر اكتيف فيشيوس كده، ماشي موجود على الانفكتيف فيشيوس كده، فيشيوس كده هي عباره عن كيراتونايز او عباره عن كيراتين انتراكت وزن ستريتم كولون، عباره عن كيراتين بتبقى كلها بتبقى وايتش فيشيوس هايبرتيز بي اي يلوش دايما فيشيوس كده برودكشن او سكيس باتل يلوش سكيس، لكن الميليا بتكون دايما وايتش بالظبط موجود على الفيس وعلى الفور هيد مش خطير برضه، وهي سيلف ليمتد ومفيش فيها مشاكل. لو جت على البلد زي ده كده بنسميها ايبشتاين بيرلز، ممكن نكون نشوفها مع حضراتكم كتير. ولو جت على الالبرال رينج بنسميها اللي هي البونس ميدوز، دي حتى بعض الناس بعض الامهات بتقول انها بدا يسلم حاجه زي كده خلاص، فدي اللي هي عباره عن ميليا. الميليا ممكن يكون لها بورتلس، ممكن تحصل مع بعض الجيرودرماتوزيز زي الدرماس بولوزا وزي الاورو الفيشل بيشل سندروم وهكذا. الميليانيا او السويت راش او حمى دي زي ما بيقولوا عليها، وببساطه عباره عن عندنا ده الاكراين جلانس وده الاكراين باكت. لو حصل اوبستراكشن في الاكراين باكت سالب فينا الايه الميليا، الاوبستراكشن لو حصل هو فيشل قوي بره خالص يدينا حاجه اسمها ميلياليا كريستالاينا، زي الصوره اللي احنا شايفينها دي، تبقى عباره عن زي حبات المطر كده او زي بيسموها ديو دروبس زي قطرات الندى كده بالظبط. دي معناها ان في هايبر اكسبوجر وفي اوفر وورمنج اوف ذا ماشي. في دي ميلياليا كريستالاينا لو حصل اوبستراكشن في سويت داكتس هو فيشل على السين، لو حصل ديب شويه جوه يدينا ميلياليا روبرا اللي هي الصوره اللي قدامنا دي، عباره عن فيري اتشي باكيوز وبتكون باكيوز، ودي معناها ان في اوفر هيتنج وفي هيوميديتي يعني الهيوميديتي عاليه والتمبريتشر عاليه ماشي. فدي ملياريا بتفتح السويت داكت دي زي الريزورسينويد، 2% ان كراميل الوشك حسن اول السويت داكت وبيفتح السويت داكت المقفوله بالشكل من هنا، ممكن تدي معاها فيتامين سي بيت او سي دروبس او حاجه ده بيحسن الكريستاليزيشن اوف سويت داكس ماشي، يبقى فيتامين سي انتي ستامين ريدوسينول دوبا ستيل ان كارمين دوش ريدوسينول ده حاجه كراتوليتيك روبا سيرسينول لا ده بيتركز تركيز بيتحط في الكارمين دوبا ستيل او في الدرم كارما في اي حاجه ثانيه ماشي، يبقى ده الحاجات اللي بتحسن الكلودت سويت داكس وبتفتح المناطق المقفوله من هنا وتحسن عليها تمام، وهي سيلف برضه طبعا مع الـ افويدنس اوف اوفر ريتنج والحاجات ده مع بالظبط. ماشي السكشن بلستر احنا ساعات بنشوف السكشن بلستر في الشايلد هود او في بعض الناس في الادلت هود بتبقى عباره عن ديكس، ساعات بنشوفها كونجي يعني سينس بيرس دايما بتبقى على ممكن على الفينجر او على الريست، دي معناها ان ايه ان كان في انترا كراين طفل بيعمل ساكن انتربريتريس كده يولد بالشكل ده، ودي سيلف ليمتد مع سلوك انتربريتريس مش مشكله ماشي، يعني ممكن الطفل يجي لنا بالشكل ده سنس بس خلاص اللي هو او تو ريجنز والاماكن اللي هو اكسبل فور فرصه دايما بتيجي على ممكن تيجي على الفيس وممكن تيجي على الترانك، فيها حاجه مميزه قوي في الراش بتاعها بنسميه فلي بيتن ابيرنس، فلي بيتن ابيرنس زي ما يكون برغوت ارسل بتلاقي بتلاقي في ارثيما حوالين الليجن، شوف حضرتك كده في ارثيما دايما حوالين الليجن بنسميها فلي بيتن ابيرنس، وعلى الفيس نفس الكلام، هي بتظهر في خلال اسبوع او اسبوعين وتاخد لها حوالي 2 تو 4 ويكس وسيف ليمتد ما فيش فيها اي مشاكل. اهميتها الديفرنشال دايجنوز بتاعها، لو جينا عنده عيان عنده ارثيما ناتورا ملايك ليجن لازم نعمل اكسكلوجن لمور امبورتنت كونديشنز شود بي اكسكلودد. الحاجه المهمه فيها انك لو حضرتك لو فحصت البالم والسول هتلاقيه فري ماشي، ودي يفرقها من حاجات ثانيه كتير، يعني هنبص على الفري بيتن ابيرنس ونبص على البالم والسول والميوكاس ميمبرين، بالم والسول ميوكاس ميمبرين فري يبقى دي ارثيما نيوتورم في الغالب اوكي. طيب ايه الديفرنشال دياجنوزيس بتاعها؟ الفيرال انفكشنز طبعا بانواعها كلها خاصه الشيكن بوكس اللي لها سنتر بيها ديستريبيوشن، الكوتينيوس كانديدايسيس هنتكلم عنها بعد شويه،
الملياريا الفلوكولايتس ممكن تنشر بيجمنتي وان وزجاجين دورماتوزيس اكسلينج الدوملنت اوكي بقى فيها فيزيك الزبول وحاجات زي كده بس طبعا ايه بقى فيها فعلا فاهم الريس في الغالب بقى فيها اكتر من ستيج بقى فيها في اذر ابنورمات زي اي افكشن وسكريتا ابنورمات وهكذا الكونتينش بيجمنت مختلفه حاجه اسمها ترانزنت نيونيتال ميلانوزيس هدا هنتكلم عنها بعد شويه ودي بتفرقها ان بيكون في انفولفمنت للبالم والسول الحاله الاخيره دي بتلاقي البالم والسول افكتد وده بيفرقها بشكل واضح عن الثمان نيونادورا اوكي طيب الكانديدايسز في النيونيت عندنا نوعين في الكونجينيتال وفي النيونيتال الكونجينيتال من اسمها واضح انها بتكون موجوده وزن 1 ويك او 6 دايز الاوس بتاعها بقى ايرلي شويه النيونيتال بتبقى بعد 1 ويك عشان الكونجينيشن بيرو بتاعت الايه الكانديدايسز فالايج اوف اونست مختلف في الكونجينيتال عن النيونيتال كانديدايسز الحاجه الثانيه السايتس النيونيتال كانديدايسز اكوردنج تو الروت اوف ديليفري لو كان بريتش برزنتيشن هتيجي على الباتوكس وتحت لو كان كيفاليك برزنتيشن هتيجي بالاورا ثراش والايه والكانديدا والعافيه الكونجنتال كانديدايسز ممكن تبقى بيور بس ممكن تبقى معاها سيبتسيميا كانديديميا ماشي فطبعا كانديديميا من الحاجات الفيتال ممكن تبقى كونجنتال كوتينيوس بس زي الصوره اللي قدام حضراتكم اهي دي كونجنتال كانديدايسز عباره عن بابيوز وماجيوز وراش موجود على التراك والاكستريم تيرمز دي النيونيتال كانديدايسز ممكن تيجي اورال وممكن تيجي كوتينيوس بالشكل ده هنتكلم عنها بعد كده بشكل اوضح يبقى الكونجينيتال ممكن تبقى سكين بس ممكن تبقى سكين مع سيستميك نتيجه الكانديدا الكوريو امنايتس ديرنج ديفلوبمنت كوريو امنايتس الكونجينيتال ممكن تبقى معاها سيستميك اوكي طيب الارثيما نيوناتورم لو انا شكيت ان الحاله دي ممكن يكون فيها مشاكل او ممكن تكون ديفرنشال دياجنوست ثاني هعمل ايه؟ السي بي سي ممكن يفيدنا يعني ممكن نلاقي فيه بريفرال ايزينوفيليا بس مش في نسبه كبيره يعني 15% 20% مش اكتر من كده يعني بريزنس يعني ابسنس اوف زينوفيليا ما هياش اكسكلوجن كرايتيريا للايه الارتيبال نيوتورا ممكن يكون فيها زينوفيليا بريفرال ممكن ما يكونش فيها ماشي الحاجه الثانيه لو خدنا دايركت اكزاميشن للجيمس ستين او رايت ستين وعملنا فحصنا سكين ليشن هنلاقي فيها ايزينوفيلز كتير جدا ايزينوفيلز كتير جدا يعني لها انفلاماتوري رياكشن وكلها ايزينوفيلز مليانه ايزوفيلز وده تفرقها من حاجات ثانيه خلاص يبقى السي بي سي السي بي سي هيفيدنا سي بي سي والايه والدايركت اكزاميشن هيفيدنا هي مش معروف بالظبط بس هي الايزينوفيل موجود وجود الايزينوفيل سواء بلاد او في الراش معناها انها رياكشن زي اللي بيحصل مع هي الرجك هي الرجك بس الكوز مش معروف بالظبط واخد بال حضرتك فالحاجه الثانيه امتى اشك انها ما تكونش سيمان نوتورا لو في سيستميك سيمتومز او لو الجيم ساستين اللي احنا عملناها ما فيش فيها ايزونوفيلز بشكل واضح احنا قلنا السي بي سي ما هيش اساسيه لانها ممكن ما تكونش فيها في الغالب ما يكونش فيها ايزونوفيل بريفرال ماشي او في اذر كونديشنز او اذر اسوشيشن معاها في الحاله دي بنحتاج نعمل مور انفيزيف مانوفرز زي الفيرال والبكتيريال والفنجال انفستيجيشنز كلشر او غيره او نعمل دايركت بوتاسيوم هيدروكسيد بربريشن ناخد جزء ونحسب الكو اتش 20% عشان نشوف السبورز والهايت بتاعت الكانديدايس ماشي يبقى هي اهميتها في الديفينيشن دياجنوز بتاعها لكن هي سيلف ليمتد ما فيش فيها اي مشاكل اللي بقول لحضراتكم عليها بقى الحاجه المهمه اللي بتشابه معاها ترانزينت نيونيتال باستر ميلانوزيس دي بقى فيها حاجه مهمه قوي البالم والسول افكتد وده اجنست الرسوم النيوتورم والانفلتريت النيوتروفيليك ما هوش ايزينوفيليك لو خدت عملت اكزاميشن من سكين ليجن وبصيت عليها هتلاقي السكين ليجنز مليانه نيوتروفيلز ما هيش نوت ايزينوفيلز تمام والهايبر بيجمنتيشن هي دايما بالظبط هي بتيجي دايما في البلاك تشيلدرن دايما الطفل يبقى بلاك دارك شويه يقعد بقى امباستيوز ويحصل لها رابط دراينس وتسيب كودريت شايفين حضرتك السكيلز المدوره دي السكيلز دي معناها ان الليجن بدات تخف خلاص ودايما بتيجي في نعم هي كلها مونومورفيك سمول باستيوز ممكن تيجي في اي مكان انكلودنج البالم والسول على عكس ماشي بعد يومين ثلاثه تبدا تقشر وتعمل السكيلز اللي حضرتك شايفها ده كودريت سكيلز راوند سكيلز والانفلتريت لو حصلها دايركت اكزيميشن هيلاقيها كلها مليانه نيوتروفيلز اتفضل دايما بيقولوا لو هي اكثر من
نص سنتيمتر او اكثر من 5 سنتيمتر. لا لا هي 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 باستيولز كلها باستيولز. حضرتك شو حضرتك كلها باستيولز اهي كل دي باستيولز يعني سمول ليجنز وفابس خلاص. الفكره الانتيريور مش اكثر من 5 سنتيمتر لو بالنسبه لو بالنسبه للراس او اكثر من كده خد بايوبس او شيل او دور. لا لا كده مش ماشي. طيب في حاجات بقى ترانزيت حاجات فاسكولار فينومنا او ترانزيت حاجات فاسكولار لها علاقه بالفاسكولار سيستم. في حاجتين مهمين قوي عندنا حضراتكم بتشوفوها بكومن. في حاجه اسمها كيوتس مارموراتا ماشي وفي حاجه اسمها هارليكين كرانشيز تمام. طيب الكيوتس مارموراتا كيوتس يعني سكن ومارموراتا يعني نيت لايك او او او, أو عامله زي الرخام كده يعني بتبقى زي الماربل بيسموها ماربل ابيرنس ماشي يعني نيت لايك نيت ورك لايك ماشي. الكيوتس مارموراتا دي فيسيولوجيكال رياكشن للكولد فيسيولوجيكال للكولد. دايما الطفل لما يتعرض لكولد يبدا يحصل ايه الجلد بالشكل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم ده ممكن تيجي على اللمس او تيجي على الترانك او حاجه زي كده وهي سيلف ليمتد وزين ويكس تو مانثس بتبقى سيلف ليمتد مفيش فيها مشاكل. طيب امتى نفكر انها فيها مشاكل الكيوتس مارموراتا؟ لو كانت بريزيستنت بنسميها بريزيستنت كيوتس مارموراتا ماشي. دي كومن او ممكن تبقى اكتر في الناس الترايزوم 21 و18 وهايبوثايرويديزم والناس اللي الاطفال النيونيس عندها سي ان ليجنز وبعض السندرومز اللي هنقول عليها من شويه. طيب دي بدايه بريزيستنت كيوتس مارموراتا تمام. كيوتس مارموراتا عاديه خالص بس بريزيستنت ما بتخفش. الطفل دخل في الـ في الـ بقى انفانت وداخل على الشايلد هود وما بتخفش بتروح وتيجي مجرد تعمل له ورمنج تخف وده تظهر تاني وهكذا. نعم يعني المفروض ويكس تو مانثس يعني يعني من 7-8 اسابيع اللي ممكن لحد 12 شهر او اكتر شويه ماشي. لو في الحاجه الثانيه بقى المهمه في الديفرنشال دايجنوز حسبها كيوتس مارموراتا ترانجكتيتيكا كونجينيتا. دي لها كراتيريا معينه بتفرقها عن الكيوتس مارموراتا العاديه وده ممكن هي نوع من الباسكولار نيفوس نوع من الباسكولار مالفورميشن. يمكن حضرتك شفتها هي حاجات رير على فكره يعني حاجات ريبورتد بس بنشوفها حاجات ريبورتد 300 حاله 400 حاله في العالم مش اكتر من كده. دي عباره عن ايه؟ بتبقى المورفولوجي زي الكيوتس مارموراتا العاديه بتبقى بس بتبقى يوني لاترال جايه على ليمب واحد او جايه على ارم او جايه على الفيس بتاخد يوني لاترال ديستريبيوشن. ولو عملتها ورمنج لو دفيت الطفل ما بتخفش. والحاجه اللي بعد كده لما فيها سوبرفيشال السريشن يبدا فيها سوبرفيشال السريشن وتيل بسكارنج على عكس الكيوتس مارموراتا العاديه. يعني شايفين حضرتك الهيلينج بسكارنج ده برضه ماربلز لايك او نيت ورك لايك ويوني لاترال يوني لاترال ماشي. دي نوع من الفاسكولار نيفاي واخد بال حضرتك وهي سيلف ليمتد ما فيش فيها مشاكل بس هي اهميتها لما ممكن يكون معاها بعض الاسوشيشنز زي جروس ريتارديشن والديفلوبمنتال ديلي والهايبرتوفي او اتروفي او هايبرتوفي او ذا افكتد ليمب ممكن يبقى اتقل شويه وارفع شويه او اطول شويه ماشي. او ممكن يكون معاها اوكولار اي ابنورماليتيز لو جت على الفيس كيوتس مارموراتا ترانجكتيكا كونجينيتا جت على الفيس لازم ابعت العيان فور اوكولار كونسلتيشن واكزامينيشن. ممكن يكون معاها اوكولار اذر ديفلوبمنتال ابنورماليتيز في الاي ماشي. طيب بعدين دي سيلف ليمتد برضه يا سيلف ليمتد بس بتسيب سكار دايما تلاقيها بقى يعني مع الابسوليشن الفلاتي ما بياخدش علاج لا 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 بقى يعني كونزرفتيف تريتمنت دريسنج بتاع كلام من ده بيسيف ده بس مش الفرق بين التروما والجنجرين ازاي؟ التروما فيسترو تروما واضحه الجنجرين اي نوع روما يعني انتر بارتم تروما ممكن بس شوف حضرتك المورفولوجي واضح خالص يعني نت يعني ماربلد او ريتيكولار بالظبط بيسميه ريتيكولار باترن ريتيفورم او ريتيكولار باترن واضح خالص ماشي. ده لو جت في واحد ادلت هنفكر بقى في حاجات ثانيه شكلها يخوف لا لا بس لا مش يخوف يا رير بس ممكن واحد يشوف حاله او اثنين طول حياته ماشي. هي بقى هي نوع من الديفلوبمنتال ابنورمالتيز يعني فاسكولار نيفاي. الحاجة التانية المهمة بعد كيوتس مارموراتا حاجة اسمها هارليكين كلر تشينج. هارليكين يعني مهرج ماشي. الطفل ينام على جنبه معين يبدأ يحصل كونجيشن وفي شارب ديماركيشن في الميد لاين والناحية التانية تبقى بيل
نقلبه على الناحيه الثانيه يحصل العكس. خلاص ده بنسميه هارلكين كالر تشينج، ودي برضو من الحاجات الفيسيولوجيكال وكومن، وبتبقى ايه بنشوفها في اول اسبوع او اسبوعين، وتبقى سيلف ليمتد، ممكن تقعد لها شهر، ممكن تقعد لها شهر او اكتر شويه. واخد بال حضرتك؟ بنسميها هارلكين كالر تشينج. طيب الهارلكين كالر تشينج دي ما فيش اي حاجات ريبورتد معاها ان يكون معاها ابنورمالتيز ثانيه، ماشي، وهي ما فيش فيها مشاكل، يعني ما لهاش ديفرنشال دايجنوز. تقلبه على ناحيه يا يحمر وفوق يبيض، والناحيه الثانيه وهكذا، ماشي. هارلكين يعني مهرج. هارلكين يعني ايه؟ مهرج. مهرج. زي الكلاون كده. يعني بس في سوري هي ديو تو اماتيورتي، اماتيورتي في هايبوثالاميك سنتر اللي بيتحكم في يعني يعني الفازو كونستريكشن، فازو الفيجن الفيسيولوجيكال اللي بيحصل بيبقى ستيل اماتيور. فتحت لقيته على الناحيه حضرتك بيبقى بيحصل فازوليشن زياده قوي عن اللزوم، والناحيه الثانيه فازو كونستريكشن. اه بالظبط، فازو بالظبط بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط. الاكل ديناتورا من الحاجات الكومن وبنشوفها كتير، عباره عن بابيولز وباستيولز موجود على الفيس، ماشي. مفيش حاجه ثانيه، السكالب والبادي بيبقى فري في الغالب. واخد بال حضرتك؟ دي بيبقى سيلف ليميتد، ولو حبينا نساعد العيان ممكن نديله توبيكال بنزول بيروكسايد موجود في السوق بيسد اكلينوكسايد 5 او اكلينوكسايد 2.5. نديله اكلينوكسايد في 2.5% جيل بير نايت، بيعملوا لايت ابلكيشن كده بير نايت، بيساعد العيان، لكن هو سيلف ليميتد مفيش فيه مشاكل ولا حاجه. الاكل نيوناتورم انونيزا الاكل. طيب لو كان البيشنت في سيفير فورم وريزيستنت وريزيستنت وما بيتحسنش والاكل سيفير وبتاع، ممكن نفكر في حاجات ثانيه زي الادرينال كورتيكال هايبرفيزر كونجنتال وزي الاندوكرينوبسيز، او لو الاي ساينز اوف فيراليزيشن. خد بال حضرتك ممكن تفكر في حاجات اندوكرينوبسيز ثانيه، ماشي. لكن المايلد فورم ده اللي ما فيش مشاكل ممكن تديله ايه؟ اكنيلوكسايد 2.5% جيل. اه اسم انا كاتب حضرتك باسم السوق، ماشي. موجود 5% من الاستخدام للاكني العادي و2.5% ممكن للاطفال بير نايت بس. ابلكيشن لو بيعمل اريتيشن شويه جاست على الليجن بير نايت، خلال شهر او شهر ونص بيبدأ الكلام ده كله يتحسن، ما بتسيبش سكارنج ولا اي حاجه، تمام. هو بيبقى كونفايند للفيس بس. اه الاكني نوناتورم زي يعني في بعض الناس بتقول حاجه اسمها بيناين كيفاليك باستيولوزيس، في حاجه اسمها بيناين كيفاليك باستيولوزيس، شبه قوي الاكني غبي قوي، بس يعني ايه بنقول له بنقوم عليهم تيرو، يعني نقدر نقول لهم حاجه واحده في فرصته وبنلوجز بتبقى لكل الجسم. لا لا لا، الثانيه اسمها النيونيتال كيفاليك باستيولوزيس، حاجه ثانيه بتيجي على الكيفاليك يعني على الفيس. ده حاجه شبه بالاكل يعني، تخش في الجلوزه بس مع الاكل، النيونيتال كيفاليك باستيولوزيس يعني الاكل في الوش بس. الاكل في الوش بس بالظبط، لان كل الكلام ده اندروجين ديبندنت، كلها سبيشس جراندز كلها اندروجين ديبندنت، لو سبته من غير اي حاجه وزاد 6 مانس بيتحسن زي سبيرو داماتانس وزي الكلام ده الحاجات اللي هنقولها على كده. طيب هنتكلم في حاجه اسمها سيبوريك سايتس، سيبوريك سايتس دي اللي هي سكين سايتس ريتش ان سيبوريك جلاندز، ودي افكتد بسبيرو داماتايتس وحاجات ثانيه كتير لها امبورتنس هنتكلم عنها. السيبوريك سايتس هي سكالب، السكالب، الاي براوز والاي لاشز، النيزولوبيال فولد، الايرز، الاكزيلا، البريستيرنال اريا، والايه والجرويد. السايتس دي بنسميها سيبوريك سايتس وافكتد بسبيشيا يعني بحاجات معينه بافكتد سبيشيس جلاندز، هنتكلم عنها منها سيبوريك دوماتايتس ومنها حاجات ثانيه هنتكلم عنها، ماشي. الانفاتايتس سيبوريك دوماتايتس طبعا كلها بنشوفها حضراتكم بتشوفوها سواء بكراد الكاب. شوف حضرتك المورفولوجي بتاع السكيلز هنا يلوش سكيلز، اي حاجه جايه من السبيشيس جلاندز هنا تلاقيها يلوش، شايف الكلر بتاعها يلوش سكيلز وافكتنج الاي براوز، واخده هنا الريترو اوكلر اريا دي سيبوريك سايت، الجراير نفس الكلام. فدي سيبوريك دوماتايتس انفانتايل، سيبوريك دوماتايتس فيها انفانتايل وفيها ادلت. الانفانتايل هي سيلف ليميتد، ولو جت على سكالب حضرتك طبعا بتشوفها كتير بنسميها كراد الكاب، هنقول نتكلم نتعامل معاها ازاي. ما تحكيليش شكلها مش مولييزز دي؟ لا ما احنا هنتكلم عن ديفينشن دايجنوز بتاعها، هوريك صوره حضرتك للمولييزز هتبص عليها دلوقتي، ماشي. ما تخش في ديفينشن دايجنوزس سيبوريك سايتس، اول حاجه السيبوريك دوماتايتس، ماشي. دايما بتلاقي الليجن ويت ويلوش ويت وجريزي، جريزي سكيلز تلاقيها مدهنه كده، خلاص. طيب السيبوريك دوماتايتس انفانتايل العاديه هنتكلم عن ديفينشن دايجنوزس بتاعها بعد شويه. العاديه دي نعالجها ازاي؟ ماشي. الكاد الكاب بنحط اوليف اويل او بنحط اي اموليانت، وبتبدا الام تسرح كده بمشط واسع او حاجه، بتبدا السكيلز تطلع معاها. طيب لو جت في السكين
هيدا توب حاجات توبيكال ممكن يدي هيدروكورتيزون موجود في السوق باسم هيدروكورت وممكن بيحصل معاها سوبر ادد كانديدا الانفكشن وايه اللي حضرتك بتقول وبتروس بار اوفالو بتاع فيفضل ندي معاها انتي فانجل مع الايه مع هيدروكورتيزون زي الدكتا كورت والمونو كورت والحاجات دي فيها انتي فانجل لان بقى فيها معاها دايما ايه سوبر ادد فانجل انفكشن وندي معاها هيدروكورتيزون دكتا كورت مونو كورت كريم والحاجات اللي بقسم دي كلها يعني يفضل ندي استرويد ويك استرويد ماشي بلاش يعني بلاش معلش الكنابومب والترايديم والكوادريديم اتفضل ممكن ابتو 6 ماس بس هو الهيدروكورتيزون اللي حضرتك اديته سنه او 2 مش هيحصل منه مشاكل موجود في هتدفع عند فانجا بس في ابيوز الاسترويدز حتى لو هي ما احنا بنقول بقى البيتا ميثازون والكينابومب والتراي ديرم والحاجات بلاش الهيدروكورتيزون مش منه مشاكل خالص حتى على لونج تيرم يوز حتى لو قعد 10 سنين مش اي مشاكل المشكله المشاكل بقى في الحاجات اللي هي ايه فيها بيتا ميثازون والديكسا ميثازون يمكن اقول والتراي دير والدير ولا نعم يعني استعملت فور 1 ويكس وبعدين على ريست لا لا الهارد كنت شايف منه انت خالص نهائي حتى لو استخدموا على سيرف سيريا واسس سيريا ممكن نستعمله من جوان مفيش لا ومش نقول لايك هي سيلف ليمتد مجرد لما الاندروجين تبدا تقل والبروتين 6 ماس هيبدا يتحسن مفيش فيها بس يفضل تدي ايه مع انتي فانجل حاجه من المايكونازول نعم ممكن تدي انتي فانجل شامبو بتاع الدندرف الحاجات فيها كيتوكنازول السيرين مصاد فايد والباركول الامين نعم نزورال ممكن اي حاجه انتي فانجل تشتغل يعني احنا لو ادينا انتي فانجل بس في الحالات دي هيتحسن بس لانه له علاقه هي اكتيفيتي او هايبر اكتيفيتي للفانجل للبيتروس بروف لو اديت بيور انتي فانجل في الحالات دي هيتحسن برضه من غير استرويد خالص ماشي طيب ليه لا انت بيتك مالوش اي رول مالوش اي رول عايز تدي انتي فانجل او مع هيدروك بس انت بيتك كده شكرا طيب الديفرنشال دايجنوستس اوف سبيروكوماتايتس لو جالنا نيونيت براش في السبيروكسايتس اللي احنا قلنا عليها هنفكر في حاجات تانية طيب الاتوبيو دراماتايتس بنشوفها كتير ماشي هنقول ازاي نفرقها من السبيروكوماتايتس الكانديدا برضه بنشوفها هنقول برضه نفرقها دايبر راش الهيستوسايتوزيس الهيستوسايتوزيس شفنا حالات مستيك كتير من اساتذه وبتاع يقعد هيستوسايتوزيس لتراسيرو سندروم وعاد شخص على الانسبلوج دوماتايتس والطفل بيسوق وبيحصل له بليدنج وجنب جنب تحت بتسوق وحاجات زي كده هو 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 هيستوسايتوزيس نشوف حالات لها هيستوسايتوزيس اكس لو لقيت الليجن لها كراتيريا معينه لازم تستبعد الهيستوسايتوز وناس يعني ناس فضاحه ليها يقعد يعالج على الانسبلوج دوماتايتس جلد ناس جلديه من الاطفال يعني فهنكلم هنقول لحضرتك في حاجه اسمها اللايلر ديز طبعا حضرتك عارفينه اللي هو اسكوماتيك بيسبيدرما اللي فيه ضيقه وبتاع هنتكلم عنه بيجي بسبروك دوماتاس لايك ليجن برضه هنتكلم عنه طيب ازاي افرق الاتوبيك دوماتايتس من السبروك دوماتايتس اول حاجه الايج اوف اونست مختلف دايما الاتوبيك دوماتايتس بيجي بعد 3 شهور ماشي ولو عملت بريست فيدنج لو ام رضعت طبيعي ممكن تقلل قوي الانسنس اوف انه يحصل اتوبيك دوماتايتس للاطفال للطفل اللي هو عنده تندنسي يعني بريست فيدنج من الحاجات المفيده لها بالنسبه لنا الاتوبيك دوماتايتس بيقلل قوي الاوكيرنس ويقلل السيفيرتي بتاعتها لو ماشي لا السيفيرتي دوماتايتس زي ما قلنا بتيجي ايرلي قوي لانها اندرز ديبندنت تمام الكورس السبروك دوماتايتس في ليميتد والاتوبيك دوماتايتس طبعا الكورونيستي والبرايتس واللي يخش في الادلت ستيج والشايلد هود ستيج وهكذا فكرونيك كورونيك كورس الديستريبيوشن السبروك دوماتايتس زي ما قلنا الفيس والسكالب والنيزوليبال فولد والدايبر اريا الاتوبيك دوماتايتس دي بتيجي على اماكن مختلفه خالص في الاول بتيجي بالانفانتايل بتيجي على الفيس وعلى السكالب هنشوف صور لها يجي الطفل بشويه كده ابتيما واكزيما على التشيكس وحاجات زي كده بعد شويه ما يبقى يحبي تيجي على الايه على الليمبس وعند كبد الفصه وحاجه زي هنشوف صور لها خلاص طبعا الايتشنج او البرايتس مهم قوي السبروك دوماتايتس از اسيمتوماتيك اسيمتوماتيك يعني طفل مش حاسس باي سيمتومز نهائي لكن الاتوبيك دوماتايتس اللي هو الوضع قاعد يعيط وما ينامش كويس وما يرضعش كويس وفي نتيجه الايتشنج لان الايتشنج ريفلكس نوت ديفلوبد ديت ماشي فدايما يجي عادي يزن وبتاع حاجه زي كده ممكن الاتوبي يفسر المشكله بتاعته. الاتوبي ده ماشي
وبتلاقي معاها الجورايتس طبعا موجوده والكرونيك لابسين كورس الكلام اللي قلنا عليه. ودي السايز بتاعت اكتوبر ماتايتس. دي الانفانتايل بتيجي على الشيك يبدا يحبي، هتبدا تيجي على الكعان والانتيكوفدا الفصه والارمز والنيس ماشي. وبعد ادلت هود بتبقى لها اماكن ثانيه. على الفيس دي الانفانتايل، شايف حضرتك ان النزل بيبقى فولد فري ازاي؟ ده النزل بيبقى فولد، شايف فري ازاي خالص؟ نورمال سكين، ده نورمال سكين، ده بيفرق عن السبرودوماتايتس تمام. هتلاقي الاكزيما او الاتوبيك اكزيما موجوده دايما على الشيك دي الانفانتايل. ولو بصيت على الايرز من جوه او على النزل بيبقى فولد او على الاي براوس تلاقيها مور ليس ايه فري او سكات. ده اتوبيك السبريك بتاخد ده السبريك سايز، هتلاقي اخر النزل بيبقى فولد ماشي، اي براوز اي لاشز والكلام ده الكاف ماشي. فالامان السايتس مختلفه خالص ماشي. طيب يعني هنعمل محاضره بعد كده ادوب الاكس، بس هنتكلم بسرعه كده عن اللاينز اوف تريتمنت. مين لاينز مهم قوي ان احنا نكسر الاتش اتش سكراتش سايكل. هو الاتوبي هو ايه؟ اتش ذات راش، اتش ذات راش يعني الطفل لو ما عراش مش هيحصل له راش ماشي. في حاجه اسمها راش ذات اتش، زي انواع ثانيه من سكين ديزيز. راش يعني واحد عنده راش وبيرش فيه، لكن ده اتش الاتشنج هو اللي بيعمل الراش. فلو ادينا انتي ستامين سيديتنج، انتي ستامين مهم قوي، مهم قوي ان نايم العيان، لان الاتشنج هو اللي بيعمل الراش وبيدخل العيان في الفيجوال سيركت. واخد حضرتك؟ فهنتكلم عن الزاي جاب شويه. بريك اتش سكراتش سايكل. الايموليانت الدراينج مهم قوي نتيجه الافكشن اوف الابيديرمال باير، في ووتر لوس عالي، فالايموليانت مهم قوي قوي، لازم ماشي على طول حتى لو في سكن جديده. ايموليانت موتشرايزرز سواء صوب او كريمز مهم قوي، قلل الاول مئات الحاجات يعني كتير قوي. فمهم قوي الموتشرايزيشن، لان مشكله العين اتوبيك ماشي خلاص خلاص ماشي. هنتكلم بعد كده بالتفصيل. اول حاجه الاتشنج، لازم نكسر الاتش سكاتش سايكل. سيديتيك انتي ستامين. دراي سكين، مشكله العين في الدراي سكين، لازم ندي موتشرايزر تمام. ندي حاجه انتي انفلاماتوري، يا اما تبقى الاسترويد او زي بيتا ميثازون او بتاع شورت كورس، ونعمل ايه اون اند اوف عشان ما يحصلش سايد افكت اللي الدكتور اشرف بيقول عليها، يعني ندي اسبوع 10 ايام ويريح ثاني. او ندي حاجه اللي هي الكالسيوم انيولين انهبيتور زي الاليديل وتاكروليوماس وبرمك، دي ما فيش فيها مشاكل. او ممكن ندي الاثنين مع بعض وبعد كده نسحب الاسترويد ماشي. يبقى طبعا لو حصل سكند انفكشن او بتاع بنعالجها يعني خلاص خلاص. بيست ميلك من الحاجات اللي مهمه قوي انه بيقلل ايه الانسنس اوف ايه اوف اتوبيك دوماتايتس. بيست ميلك فيد او بريست فيدنج لحد 6 مانس بيقلل قوي لو في فيرجن ماشي. ميلك اند دايسس وحضرتك الكاندا في الجروين افكتد، وفي حاجه اسمها فور رانرز. فور رانرز يعني ايه؟ حاجات بتجري بعيد عن البوردر، جاريه بعيد عن البوردر، بنسميها شكل لايس او فور رانرز. دي بتاعت الكانديدا كاركترستيك، تلاقي الليجن هنا موجوده وتلاقي الليجنز بعيده خالص جاريه بعيد عن الليجنز، سواء بس فيوز او بافيوز وحاجات زي كده. دي كاركترستيك للكانديدا وبتيجي برده في المكان بتاع السبرينج ماشي. يقولوا لي ساتلايت مش عارف. ايوه ساتلايت او فور رانرز. ساتلايت يعني يعني زي نجوم كده، نطوره كده بعيد عن الليجن، بعيد عن الليجن بيسموها ساتلايتس او فور رانرز. دي النابكن دوماتايتس العاديه، دايما هتلاقي الفولد نفسه فري، شايف حضرتك الفولد؟ لانها نتيجه هي كونتاكت دوماتايتس الفيسز واليورين وهكذا، فتلاقي الكونفكسز الحاجات اللي هي الكونفكسز افكتد. وده في الكانديلا بتبقى الفولد نفسه فري. الكانديلا العاديه بتبقى انكلودد. بالظبط. الله يحفظك. ايوه ماشي. دي الكانديلا خلاص. لكن دي النابكن دوماتايتس لانها عباره عن اريتيشن الكونتاكت دوماتايتس، تلاقي الفولد نفسه فري لانه ما وصلوش اليورين ولا ستون خلاص. طيب السبروك دوماتايتس ممكن تحصل مع انسس عاليه شويه في الاتش اي في والبروتوسيل كلمه فيروس. دي اللاينر ديزيز، هنخلص بقى بسرعه. اللاينرز بقى في ركان دايريا طبعا، وفي ريتوس رايف، وفي ريتوس تبقى سبروك دوماتايتس لايف ليجن. لو لقيت طفل عنده سبروك دوماتايتس اكستنسيف وفي ريكارنت انفكشن وفي ريكارنت دايريا وفي ريتوس رايف وفي تشيست انفكشن ريكارنت وبتاع، هنفكر في اللاينر ديزيز. كانوا زمان بيقولوا على سي 5 ديفكت بس، لكن الوقت اللي له حاجات ثانيه زي 3 سي وسي 4 مع سي 5 وحاجات زي كده. كومبريمنت. كومبريمنت ديفكت بالظبط. اكل دوماتايتس بتبقى دايما
بالظبط. بس طبعا بتبقى الجون كوندشن طبعا احسن بيرو اورال لا بيز الكراستيشن وتعبير اورال وبيرو اورفيشال اراوند الانس واراوند ماشي. ونلاقي فيها نيل تشينجز بنلاقي فيها بريتل هير دراي هير وبريتل هير اللي هي سفير شويه اخضر حضرتك مع مع الكارد دايريه اكو دوباتايز مختلفه شويه ماشي. احنا عشان بس الدكتور جوال خلص اخر واحده اخر واحده هذه سويتوز يعني لو عيان جالنا كده بسبيرو دوماتيس لا كراش ولقينا فيه الرش بقى بربريك بربريك كراش ماشي ولقيناه في السكالب بالشكل ده ديفكتس راش جاي بسبيرو سايد وبريك شايف حضرتك ده بربريك ازاي جاي في السكالب ازاي ممكن تعمل له اكس راي في السكالب سكال او لونج دوماتيس لقيت استيوريتيك ليجنز تفكر في السويتوز على طول اللي هو الايه الاكيوت ستيج ده كان مسميه زمان ليتراسيو سندروم السايتوز اكس. ففي حالات ممكن تجينا بالشكل ده سبيرو دوماتيس ليجن وبربريك عشان حضرتك ليجن الرش بربريك ازاي في بربرا يعني في بليدنج ممكن تلاقي في بليدنج بس البربرا دي فاسكولايتس يعني لو عملت لو عملت بيكلت تبقى نورمال لا نورمال مفيش فيها مشكله. ما هو السايتوزس فيها بيوكوتونيوس ده جود بروجنوزس وفي هيستودوس سيستميك ده بقى استوليتيك ليجنز وده بقى فاس رومبوسايتوبينيا وده فيها حاجه ثانيه يعني في بيور كوتونياس وفي سيستميك هيستوسايتوز في يعني ديفوس مختلف يعني هيستوسايتوز ممكن تلاقيه بيور كوتونياس عين زي ده ممكن ما لهاش فيه حاجه خالص تديه شويه تيبيكال استرويد بيتحسن يبقى كويس كويس زي الفل بس طبعا ده بيحتاج بايوبسي مش بيس هي نفس كيمستري وسبسيل ستين وحاجه زي كده واخد بالك. ده طبعا دي الاستوليتيك ليجنز موجوده على على السكالب هنا وتقع اللون بجوه دي دايجنوستيك. شايف حضرتك السكالب كلها مليانه زي السبروك دوماتيس بالظبط شايف جوه اللي هي كلها ليش بس كلها بربريك ماشي. فده ما ينفعش تقتل حد ويعدي عليه يقعد عليه على انها سبروك دوماتيس تمام. احنا كل جمال كده محمد انا بس كنت عايز اعرف ليه كلمه اكسيوزس دي يعني اكسيوزس يعني ايش السمك ايش السمك دي كلمه لاتيني جزئين اكسيوزس السكن بيبقى سكند دي في كونجنيتال في الاكواير كونجنيتال بقى احنا ممكن نشوفها ممكن يجي في الحضانه واحد يستدعيك ليه حاجه اسمها كولويدن بيبي احنا بنشوف احنا الكولويدن ده دي حاجه من الحاجات الفيتال لازم تعالج مظبوط لازم هو عامل اسمها حاجه اسمها بلاك بوكس وورنينج قال لك الناس دي لو استخدمت اكتر من 6 اسابيع ممكن يحصل لهم بروبليم او تشوفهم بتاع الكلام ده ترى ما بنشوفوش ومحدش شافه خالص هو سماه الكالسيوم نيوتروس اللي هي اللي دي له بتاع ده له شهور طلع حاجه اسمها بلاك بوكس خمس سنين كده قال لك ما تستخدمش اللي دي له الحاجات دي بتاعت اللي مش بتاع ده اقل من 6 اسابيع لازم تزود انسولين في الفورما والكيمياء والاستوتينيوس بس الكلام ده ما هوش يعني مش فيش حاجه مش خالص شكرا جزيلا للدكتور محمد الكامل استاذ مساعد للدي جامعه المنصوره فوريز محاضره دسمه طب السكالنج ليكتشر لو سبتهم عليك عايزين كل سلايد من دول فانا عايز اشيلهم عنك يعني بس المحاضره دي عاوز الواحد يسهر عليها النهارده ساعتين ثلاثه ما تنفعش تمر مرتين وكل سلايد فيهم بقى عايز الجماعه دول يسهروا عليه بقى. شكرا جزيلا ان شاء الله في المحاضره الثانيه ان شاء الله. استاذ محمد ناجي لكم شكرا دكتور محمد بس يعني عاوز انوه لحاجه لو سمحتم بالجيات بوينت اوف فيو بالنسبه للكورتيكوستيرويد في المايلد والمودريت والهاي بوتنت كورتيكوستيرويد احنا ما بنقدرش مش عارف يعني برضو اكيد بتوع الدرما بيأيدونا في هذا ممنوع نستخدم هاي بوتنت كورتيكوستيرويد تحت اي ظرف مظبوط. البامبرز بالنسبه لنا بنقطع الاوكلوجن اريا الاوكلوجن ده بيزود الابسوربشن بتاع بيزود الابسوربشن 10 مرات 100 مره. طيب خلاص انا المعلومه اللي كانت عندي القديمه اللي كان 10 مرات حضرتك قلت 100 مره فاحنا يبقى كوشس في استخدام الكورتيكوستيرويد. هاي البوتن كورتيكوستيرويد يعني في الاطفال يعني كل ثقافه ثانيه برو هيبتد يعني. شكرا. يسعدنا تقديم الاستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف استاذ طب اسنان جامعه المنصوره. عنوان المحاضره عاوز شرح في الاول بيدودونتكس تو بيدياتريشن دو وي نيد تو بريدج اجاب عاوز تشرح لنا العنوان وبعدين تبدا اتفضل يا فندم.
الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أقول أنا سعيدة جدا في وجودي لوجودي مع حضراتكم، وهقول ليه. طبعا هو أنا سعيدة من غير ليه يعني، بس أنا عندي كمان ليه. أنا بس هوضح الصعوبة في الأول. طبعا إن دي أول محاضرة أحضرها لناس مش في التخصص، وده صعب جدا يعني. الواحد يحضر في تخصصه للناس الأودينس يكونوا متخصصين نفس التخصص، سهل جدا القصة دي. لكن لما يبقى الأودينس مش متخصصين، رغم ان احنا انا بعتبر يعني ان احنا نفس التخصص تقريبا يعني، احنا بس ماسكين جزئية صغيرة كده وانتوا الكل. طبعا انا سعيدة لان انا جاية، انا استاذ في طب اسنان منصورة، انا عبير عبد اللطيف. بس الحقيقة انا مش جاية بصفتي دي، انا جاية بصفتي كلينيشن بيدودونتست، بيدودونتست او بيدياتريك دينتست، وهو دي اول ترجمه للايه، للبيدودونتكس. البيدودونتكس ده الاسم القديم للبيدياتريك دنسري، علم طب اسنان الاطفال. انا كتبته، ما كتبتش الحديث بس عشان كنوع من التنسيق في الكتابه ككلمه مرادف لكلمه الايه، البيدياتريشن. باعتبار كلينيشن ممارس لطب اسنان الاطفال، بيجي لي اطفال كتير زي حضراتكم كده، بس طبعا حضراتكم بيجي لكم اكتر اكيد يعني. وده سر ان انا عامله المحاضره دي، ان حضراتكم اللي بتستقبلوا الاطفال افضل مننا واكتر مننا. فانا في استقبالي للاطفال خلال 6 سنين فاتحه فيهم ماي برايفت، لقيت حاجات كتير وضح لي منها ان في جاب ما بين احنا تخصصنا طب اسنان الاطفال تحديدا والبيدياتريشن او طبيب الاطفال. وعشان كده قررت ان انا از ماتش از اي كان يعني، لو اقدر ادي محاضرات علميه سيمبل as I did today لكل دكاترة الأطفال في جمهورية مصر العربية I will do. وكانت الحقيقة الرابطة مشكورة، أنا بشكرهم جزيلا يعني، قائمين على رابطة أطفال دمياط، ليها السبق في دعوتي إن دي تكون أول محاضرة بحاول فيها to bridge a gap. Gap between البيدياتريك دنتست أو طبيب أسنان الأطفال وطبيب الأطفال. الدكتور كان بيقول ان العنوان نفسه عايز شرح، ادي البدايه، ادي البدايه صعبه. بس انا قلت ان البيدودونتكس يعني طب اسنان الاطفال او بيدياتريك دنسري، وبقول بسال سؤال دو وي نيد تو بريدج ا جاب. هو انا كده حكمت، انا مش عارفه التايتل حلو او صح او لا يعني، انا كده في حكم مسبق ان في جاب. وعشان يبقى في قرار او اجابه ان في جاب، لازم يبقى احنا الطرفين موافقين على ده. بالنسبه لي انا شايفه ان في جاب، والحقيقه في سلايد فيها از ذير اني جاب، ربما ديليتد باي اكسيدنت يعني. فاخر المحاضره حضراتكم كلكم هتستنتجوا في الاخر هو في جاب بيننا وبين بعض ولا لا. علما بان من الحاجات اللي سمعتها كتير من دكاتره ومن اهالي المرضى الاطفال بتوعي، هو في طب اسنان اطفال. فانا ما اعرفش بالنسبه لحضراتكم كام بيرسنت بيسالوا نفس السؤال، ايه ده، هو في طب اسنان؟ في طبعا طب الاسنان، بس في طب اسنان الاطفال؟ اروح اعمل بطاقه شخصيه مثلا الموظف على طول، انا حفظت اساسا السؤال، يجي يديني البطاقه يقول لي اسنان اطفال ازاي يعني، هو في حاجه للاطفال مخصوص؟ ففي البدايه في جنرال كده في جاب. خلينا نتكلم بس عن نفسنا شويه، اللي هو طب اسنان الاطفال القسم الاوفرلوكت باي ذا موست اوف بيبل، مش حدش عارف عنه حاجه. احنا بنقابل صعاب شديده جدا، اكيد التعامل مع الطفل ان جنرال صعب، فبالكم في الدنتال اوفيس. الدنتال اوفيس اللي هو يعتبر صعب التعامل فيه مع الادلت، امال بقى الطفل. فالديفيكولتيز انكاونتر ان ذا دنتال اوفيس اكيد اليونيك تولز، احنا نتميز بادوات الرعب، الهورر تولز، يونيك تولز. وبالتالي احنا فعلا يعني الوظيفه بتاعتنا فيها قدر من الصعوبه. وهكذا يرى البعض، ما كانش الكثيرين رؤيته للتولز بتاعتنا بالايه، بالصعوبه دي يعني. هي بالنسبه لنا حاجات لطيفه جدا، شايفينها حاجات تايني وصغيره. فانا عايزه بس والطفل قاعد، انا شفته اول حاجه لفتت نظري على فكره. بالظبط. فاذا احنا يعني الحقيقه facing difficulties، وده اللي انا عايزه اقوله، ان احنا facing difficulty لما بنيجي نعمل treatment للتشايلد، بالذات لما يكون التريتمنت ده more invasive يعني في تدخل كبير وكتير ومعقد. طالما
في إمكانية إن إحنا نتدخل من بدري. طب هو مين اللي يقدر يساعدنا إن إحنا نتدخل من بدري؟ حضراتكم. هو ده المين كونسبت اوف ذا ليكتشر. طبعا اكيد مفهوم تشايلد كوبريشن، واحنا معانا مثال حي اهو، يعني احنا جايبين النظري والعملي. التشايلد كوبريشن برضو احد اهم الباريرز تو دو بيرفكت دنتال تريتمنت في الدنتال اوفيس. هو السلايد ده متاخره شويه، فهو سؤالي از ذير اني جاب. انا من وجهه نظري ككلينيشن شايفه ان في جاب، شايفه ان في جاب بيني او بين طبيب اسنان الاطفال وبين طبيب الاطفال، وهزيدكم كمان بيني وبين طبيب الاسنان الجنرال. يعني لما يبقى في جاب بيني وبين طبيب الاسنان الجنرال، ما استقطرش ان يبقى في جاب بيني وبين طبيب الاطفال. بس اكيد كلنا يعني متفقين، حتى لو في جاب متفقين ان احنا كلنا بنحب الاطفال، بنحب اطفالنا، عايزين نقدم لهم احسن خدمه. فكره المحاضره او فكره how to correct this gap او bridge this gap جت من منطلق ان حضراتكم انتم الناس الاوائل اللي بتشوف الاطفال، وفي احصاءات عالميه بتقول ان ممكن الطفل يزور طبيب الاطفال 100 مره وما يزورش طبيب الاسنان فيها الا مره. فمين اللي له البريورتي او الاسبقيه ان هو يشوف الطفل؟ وطبعا احنا انتوا بتشوفوه بدايه من الاورال كافيتي، يعني بنفتح البق وبنشوف الثروت والتونسلز وبنبص على الميوكوزا وبنبص على التيث وكل حاجه. فمن الفكره دي it is critical that pediatrician be knowledgeable about dental care, prevention of the disease and interventions available to the pediatric dentist. يعني عايزين نعرف حضراتكم شويه عن بعض الاورال ديزيز، اهمها طبعا على الاطلاق هو الكيرز لان هو الموست كومن، لكن ما يمنعش ان في حاجات ثانيه موجوده وحاجات بتشوفوها والايرلي انترفنشن فيها بيكون فيري كريتيكال وهنتكلم عنها. وهنعرفكم كمان ايه المتاح عندنا، يعني حضرتك لما تحول الطفل لطبيب اسنان الاطفال هتبقى حضرتك عارف انت هتقدم له ايه تقريبا يعني. طب نشوف الديفينيشن بس بتاع التخصص بيدياتريك دنسري، ده الابديتد اكسبريشن او الاسم الحديث بتاع الفيدودونتكس. اس ان انا اعتقد ان احنا مشتركين فيه كله، يعني هو تقريبا نفس الديفينيشن بتاع البيدياتريكس باختلاف ان احنا ايه الاورال هيلث. It's an age-defined specialty that provides both primary and comprehensive preventive and therapeutic oral health. يمكن انتوا حضراتكم general health، احنا oral health. Care for infants and children through adolescence including those with special health care needs. This is the definition of our specialty. فاحنا كده مهتمين mainly كأطباء أسنان أطفال بالoral health، ومفيش خلاف ان الاورال هيلث افكتنج سام هاو الايه الجنرال هيلث اللي هي حضراتكم معنيين بيها. فاذا احنا مشتركين اكيد، واكيد احنا بالكولابوريشن وذ ايتش اذر بالتعاون مع بعض نقدر نقدم ذا بيست سيرفيس فور تشيلدرن. طبعا سنة اطفال المين جول بتاعه هو ده عليه شويه ديبيت، يعني في زملاء يقولوا المين جول بتاعه كونسرفاتيف تحفظي، وفي اخرين وانا منهم شايفين ان البيدياتريك دنسيتي جول از مينلي بريفنتيف. انا شايفه ده الحقيقه، والحقيقه ان طب الاسنان الحديث حاليا كله معتمد على البريفنشن. فاذا خلينا نعترف ونقر الديفينيشن الاولاني او الجول الاولاني اللي هو ان المين جول جول اوف البيدياتريك دنسيتي هو البريفنشن. ومن المنطلق ده بنؤكد ان في many oral disease affect children can be prevented، ممكن نمنعها. can be modified، نقدر نتدخل on time to modify and can be early treated. فدي حاجه جميله، مش بس الكيرز اللي هو most common disease، لا في كمان other oral diseases. ولو اتكلمنا على ان البريفنشن ده حاجه جميله جدا وحاجه updated ومواكبه للعصر for healthy child، اكيد لما هنتكلم بقى على الميديكال كومبرومايز او السبيشال نيد تشيلدرن هتبقى حاجه ايه مور انفاليد. الدنتال كيرز اللي هو اشهر حاجه، اللي هو يعني هو اللي مشغل دكاتره الاسنان، هو اللي عامل كل المشاكل. كان بي بريفنتد
نقدر نمنعه من البداية. فياريت نقدر نمنعه. أكيد هتسألوا هنمنعه إزاي؟ يعني هنفهم من آخر المحاضرة إزاي مع بعض نقدر نساعد في منع الدنتال كيرز modified and treated as well. كمان الجوز بروبلم، المشاكل الخاصة بالفكين العلوي والسفلي بيبقى فيها مشاكل skeletal problems، اللي نلاقي مثلا عنده protrusion أو يعني بروز في عظام الفك العلوي أو السفلي، وده حاجة مش normal. ده لما بنكتشفه في الصغر can be treated easily، عكس لما يبقى delayed للأدلتهود بيصعب الايه التريتمنت. كل دي حاجات حضراتكم ممكن تشوفوها اثناء الكشف العادي. كمان في حاجه اسمها harmful oral habits can be managed early prevented to prevent permanent deformity. الطفل اللي بيمص صبعه برضو can be referred for proper treatment. على فكره في different strategies for treatment، مش معناها ان الطفل ما يجيلي بيمص صبع عنده 3 سنين ان انا هعمل له جهاز اطلاقا، بس هتدخل بسيناريو يعني upgraded من الـ simplest الـ according للـ age of the child. dental cares كتير من الاهل، من الاهل طبعا مش هقول الاطباء، كتير من الاهل ما يعرفوش ان هو microbial infection. هو ربما برضو لان قصة الميكروبيال involvement of dental cares دي حاجة مش قديمة قوي، لكن هو بالفعل هو infection، هو microbial infection. وانفكشن دي تحمل الحلو والوحش، الوحش انها infection والحلو انها can be as any infection can be prevented. والconsequences بتاعته ان هو ما بيقفش على حد ان هو بيبقى كيرز وديستركشن في جزء من التوث ستراكشر، لا له consequences اللي هي منها البين مثلا او الايه الابسس فورميشن او سيلولايتس او spread of infection threatening the life of the person or child. دي يعني diagram بيوضح البكتيريال سبيشيز involved in dental caries، اللي هي السبيشيز اللي بالرد دي اللي هي over abundant species in caries active. يعني لما بيبقى الشخص او الطفل عنده اسنانه في حالة caries active يعني caries نشيط شغال عمال بيدمر وبيكسر، بنلاقي الماجوريتي من الايه اللي هي الريد lines دي، والليس abundant هي الايه الجرين. لكن المهم ان كل دول microbial species involved في عملية الايه الكيرز. متهيالي ان انا الى الان ما قدمتش جديد، يعني الكيرز عارفينه ان هو microbial infection اعتقد برضو ان احنا عارفينه، لكن الحاجة الجديدة اللي فرضت نفسها على الساحة دلوقتي هو اللي احنا شايفينه في الصورة دي. انا عندي انا اقدر اميز شكلين، الشكل ده السنتين اللي في النص السنترالز دول وايه والشكل الثاني ده. الشكل الثاني ده حفرة، يبقى ده كيرز وصل لدرجة حفرة. ايه العلاج بتاعه؟ ملوش علاج غير ان احنا to drill and fill، يعني ان احنا نحفر ونمشي. لكن الاهم بقى واللي مسيطر جدا على الساحة حاليا في المودرن دنتستري هو الايرلي او الانيشيال كيرز، اللي هو لسه ما حصلش بريك داون للتو سيرفيس، اللي هو بيمثل بالشكل ده. واحنا كلنا لو فتحنا بق ولادنا ورفعنا كده اللبس بتاعتهم وشفنا هنلاقي كتير بالشكل ده يا جماعه. ده warning sign ان دي the start of cares process وat this stage it can be prevented. في المرحله دي انا اقدر اقدم خدمه جليله لاولادي، وانا اقدر اقدم خدمه جليله لمرضاي. انا ده اللي هو حضراتكم بالمشان لما يجي لي اكيد هقدر اساعده في ده. فاذا لما افتح بوق البيشنت والاقي ده يا جماعه على طول ارلي ريفيرا، لان احنا هنمنع اللون الابيض التباشيري ده من ان هو يحصل ايه بريك داون. والبريك داون اعمل كيرز ريموفال، اشيل الكيرز واحط ريستوريشن حشين اهو. لكن الحقيقه ان الستارت اوف ريستوريشن دي ستارت اوف ا سايكل، دي حقيقه دامره. يعني مش معنى ان انا حفرت وحطيت حشو الموضوع انتهى، دي بتدخل في ايه سايكل. وعشان كده انا لما بيجي لي اهالي كتير طبعا مش مدركين قوي، تقول لي ده في نقطه بنكون خلصنا عليها، ده في نقطه سودا اهي انا شايفاها في الدرس ده دكتور احشيها بالمره. اقول لها لا ليه، انا بقول لهم كده الحشو ده ان انا احفر وحش دي عاهه مستديمه، هي كده فعلا. فاذا ما كنتش احفر لحاجه تستحق الحفر وادتني اماره ان في بريك داون، يبقى حرام عليا ان انا ايه
اعمل دريلينج. فمهم قوي ان انا احاول قدر الامكان ان انا اوصل ما وصلش الانيشال كيرز ده لايه لكابيتي. وده عندنا different preventive ways we can help in this regard. هو المفهوم ده ببساطه مفهوم علمي يعني ان الكيرز او التسوس ده two way process, هو اتجاهين, ما هوش اتجاه واحد. بيبدا طبعا القصه احنا قلنا مايكروبيال انفكشن بتعمل ايه.